القضاء الأمريكي يغرم شركة لتربية الكلاب لأغراض الاختبارات الطبية، بما في ذلك الدراسات التي أجراها الدكتور أنتوني فاوتشي في المعاهد الوطنية للصحة ب35 مليون دولار، بعد اعترافها بأنها انتهكت القانون الفيدرالي عن عمد عندما فشلت في توفير الرعاية الكافية لها. هذه الغرامة هي الأكبر في تاريخ البلاد بموجب قانون حماية حقوق الحيوانات، وجاءت ضد شركة إنفيجو، حيث قال المدعون الفيدراليون إن الشركة أهملت الكلاب بمنشأة في ولاية فيرجينيا عام 2022 من خلال عدم كفاية الرعاية البيطرية والأغذية الموبوءة بالحشرات والظروف غير الصحية المتفشية. روجت إنفيجو لثقافة الأعمال التي تعطي الأولوية للربح والراحة على اتباع القانون. أدى هذا النهج القاسي إلى عواقب وخيمة: المعاملة غير الإنسانية للحيوانات وتلوث مجرانا المائي. وأجبرت الدعوى على مصادرة أكثر من 4000 كلب من نوع بيجل من المجمع الصناعي الخاص بها في فيرجينيا، وعثرت سلطات التحقيق على عدد من الكلاب التي تم قتلها بدلاً من تقديم الرعاية الطبية لها ومساعدتها على التعافي من أمراض بيطرية بسيطة. شركة إينوتيف، الشركة الأم لشركة إنفيجو، وافقت على دفع المبلغ، كما وافقت أيضاً على التعهد بعدم تربية الكلاب مرة أخرى لمدة 5 سنوات. وتتضمن الغرامة 22 مليون دولار للحكومة الأمريكية وأكثر من 1 مليون دولار لسلطات رعاية الحيوانات في ولاية فيرجينيا، ونحو 2 مليون دولار لجمعيات رعاية الحيوانات التي شاركت في نقل الكلاب إلى مراكز الإيواء الجديدة عام 2022.